نايف الثقيل في الدوحة. نايف، الجماهير التي ستذهب الآن إلى الملعب، قلت لي بأنها ستستغرق 45 دقيقة للوصول تقريبا للوصول إلى الملعب، يعني راح يكونوا موجودين قبل المباراة تقريبا ساعة ونصف، ما الذي ستفعل هناك بالجوار الملعب؟ نعم بالفعل محمد، كما تشاهد الآن أعداد أكبر وأكبر تتجه إلى الملعب. طبعا محمد، يمنع حسب الأنظمة هنا أن نجري لقاءات مع الجماهير حتى لا يكون هناك احتشاد. شاهد محمد الاحتفالات، إذا زميل المصور يلتقط الصورة كاملة. محمد، كما ذكرت لك محمد، أنا يعني قبل قليل شاهدت بعض المشجعين المغاربة يبكون بسبب عدم قدرتهم على الحصول على التذاكر. بالفعل محمد، شاهدت مشجعين مغاربة يبكون قبل قليل لعدم قدرتهم على الحصول على التذاكر، لأنها تعتبر مباراة مهمة ومفصلية بالنسبة لهم، ويريدون حضور هذه اللحظات التاريخية للمنتخب المغربي في نصف النهائي. نشاهد جماهير فرنسية محمد، عائلات تدعم المنتخب الفرنسي، ولكن طبعا اللون الأحمر والعلم المغربي طاغي بشكل كبير ايضا في الجهه. نحيي الجماهير حتى نايف على الروح الرياضيه الكبيره، يعني بالعاده في مناسبات اخرى ممكن يكون في اشتباكات بين بعض الجماهير، لكن يبدو انه الامور تصير سلسه جدا في الدوحه. محمد، خلني اكون صريح معك اكثر، قد يكون يعني عدم سهوله الحصول على الكحول ساهمت بشكل كبير عدم وجود مشاكل. عادة هم من يكونون تعاطوا الكحول هم من يسببون المشاكل ويثيرون الأزمات في التجمعات الجماهيرية وفي البطولات. قد يكون بسبب محدودية مبيعات الكحول هنا في الدوحة ساهمت في المظاهر التي تشاهدها الآن. ودائما يعني نحن نتواجد في جميع الأماكن، لم نشهد يعني أي اشتباكات بين الجماهير، ولكن محمد لو التقت الأرجنتين بالبرازيل في مباراة الأمس قد تكون هناك اشتباكات. هذا موضوع ثاني، هذا ما له علاقة، لا التنافس لا الكبير لا، هذا ما راح يكون له علاقة لا كحول ولا غيره. شكرا. شاهد هنا محمد اللقطات الجميلة، يلتقون في هذه المحطة ويتجهون سويا إلى الملعب. محمد، جل الوعد في محطة مشارب معناته، ها الوعد في محطة لوسيل. لوسيل، ها يلا زين. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة نايف الثقيل موفد العربية. السلام عليكم. شكرا يا محمد.